كندير لي سيرفيس في الحفلات، سربعيه في الحفلات، جميع المناسبات كندير لي سيرفيس مع تريتور ومع النكافه. خدمت تقريبا شي 8 سنين وانا في لي سيرفيس. من بعد درت الحلاقه ودرت لي ستيل ما خدمي ما قريتها، قريت الحلاقه وقريت لي استيتيك ودرت ديكوراسيون ديال السيراميك. صافي من بعد تقيت في افو. عائلتي يعني ناس ما بينو بين عندنا وما عندناش، يعني كانوا على قد الحال باش حنا كنا واحد تيخدم على راسو. يعني دارنا ما عندهمش شي حاجه لي سي سالير زعما اللي غادي سميتو، ولا واحد كيخدم بخوتي وداكشي. كان حنا كنخدموا على راسنا، حنايا 10 4 البنات و 6 ديال الدراري. صافي حنا مال الدار قال لك البنات يديروا الصنعه والدراري يقراو، الدراري ما قراوش. وصلوا لك يوصل الخامس كيشوف ما عندهمش باش يكملوا، تيمشيو حتى هما كيخدموا، كل واحد كيدير الصنعه. ما قريتش انا وخواتاتي ما قراوناش مال الدار، لك ما عندهمش باش يقراونا. صافي مشينا حنا كنديروا الصنعه. انا بديت بالحلاقه، وبديت درت الحلاقة والديكوراسيون ديال السيراميك، والعام اللي من بعد منها درت ليستيتيك. كنقيل على برا في من الصباح حتى الليل، عاد كنجي للدار. صافي يعني اعتمدت على، قلت بسم الله توكلت على الله وبديت والحمد لله. ضروري كتيجي واحد النهار كتلقاي ما عندك حتى ريال، كتقول ولكن الحمد لله كتسني شويه كنخدم كيجيب ربي داك راسك عاوتاني كنكمل به. هي ضروري غدا حتى واحد ما يجي ويلقاها سهله. مثلا كتكون شي وحده دايره شي حاجه كنقول لها ماما كاش انا نكون بحالها، ديك الانسانه دايره عادي بحال الحوايج اللي انا بغيت نديرهم. بحال كنت كنقول شي وحده كنشوفها صايقه طوموبيل، كنقول انا كنبغي نكون صايقه طوموبيل. يعني بقيت دوزت البيرمي بصعوبه باش خديته ثلاثه المرات، وانا كنعاود كنخلص من جيبي، يعني كنعاود ونخلص ومالي الدار. يعني ما كاين ما ندخلش في هذا الشيء، يعني الفلوس ديالي. بقيت تاخديته الحمد لله. دابا تنصوك ما عمري سبق لي كانت عندي شي تجربه ديال شي حد جندارنا ولا تقدم للدار ولا، يعني ما كاينش غير هضره. كنشوف انا لما خدمتش ما كاينش اللي غيعطيني، يعني هادو اللي كيجوني انا صعابين، وكاين شي حاجه تساهلين. امتى تبدلات حياتي؟ من انا دخلت الاف تما تبدلات حياتي. يعني وليت كنخدم الوقت اللي بغيت، كان يعني محكمه في الوقت ديالي. كاين شي حد عاوتاني كيخدم معاك تيفرحك، كاين وكاين اللي كيشري عندك عاوتاني كيفرحك، ماشي عاوتاني كلشي كينسيك في هذوك الحوايج اللي دازو خايبين. كتجي ضروري كتجي شي حاجه زوينه. النظره ديال المجتمع ديالنا، كاين اللي كيقدرنا كاين اللي كينقص منا، ماشي كلشي كيف كيف. وكاين شي انسان كتجي في واحد الظروف تيكون ناعس ولا هادي، كديري له الاجعاز اللي دقيتي عليه، تيقدر يدور فيك، يقدر يقولك شي هضره ما تعجبكش. كاين اللي كيحترمك وتيقدرك، يعني ماشي كلشي كيف كيف. كنتجاوزوها الحمد لله، كنتجاوزوها وكنوض وكنقولوا حنا عاد بدينا في الحياه، ماشي نملوا. حيت الا مليتي غتوقفي، الانسان الا مل قال له شي وحده ديك الهضره وغادي يحبس ما يلقى ما يدير، يمشي يقلب عاوتاني على شي عمل اخر، ما يمكنش. ملي بديت كنخدم هذا العمل ديال افو، وليت كنتلاقى مع الناس، خصني كيفاش نشرح ليهم لي برودوي، يعني شنو هو هاد البرودوي. مي كيقول لك شنو سميت هاد البرودوي، خصك تقولي ليهم السميه ديالو. الا عطيتيهم لي برودوي خصك تحسبي وتقيدي. يعني هاد الشيء اللي خلاني انا نقرا باش نتعلم نحسب. ودابا الحمد لله درت نحو الاميه، بديت كنقرا، بديت من الاول الحمد لله. لقيت ناس يعني كبار مني كيقراو، قلت انا علاش ما نقراش. انا كنت كنقول صافي مشى عليا الوقت ديال القرايه، شويه كنشوف ناس كبار مني كيقراو، قلت انا مشيت انا نقرا ونتعلم. الحمد لله دابا انا نتعلم. بديت من الاول بحالي بيالله، بديت من الاول حسبت راسي يلاه بحالي يلاه عندي 6 سنين ولا 7 سنين وكنقرا. يعني الانسان واخا كتكون صعيبه شويه وكتبدا ما كتقولي ما نتعلمش، ولكن واحد الوقت كنقول لا خصني نتعلم. كنت نخدم كنقرا في العيد حتى الليل، لا شويه كتجي للدار كتقول لنا الوالده، تقول لنا الوالده نوضي ديري الشغل، كتكون عندنا الكتابه تما وحنا نوقفوا، كتقول لنا الوالده نوضي ديري الشغل،
كنقول لها ميدغ عندنا الكتابه، كتقول نعم تسالي وكلوا الكتابه. مين تسالي وكلوا. واحد الوقت صافي وانا نوقف، وقفنا انا واختي وندمت علاش وقفت. دابا منين بديت غادي كنشوف راسي من ديك الوقت اللي انا دابا عاد رجعت كنقرا فيها دابا عامين، يعني كوني تعلمت كثر. يعني اللي ساعدك ما كاينش من داك الوقت ماشي دابا. دابا الحمد لله دابا انا كنتمنى تكون عندي شي سكنه ديالي بوحديتي صافي، نحط فراسي ونرتاح ناخذ راحتي وصافي. هادشي اللي كنتمنى. الزواج الا كانت شي حاجه من عند الله ما كانش ما لما نديرو، يعني الزواج كيبقى الله اللي كيرزق يكتب لك هذاك الرزق. دابا ما كتبش راه ماشي كلشي دابا مزوج، راه شي مزوج شي لا وهي غاديه. يعني دابا انا كنتمنى ندير السكنه ديالي صافي، هادشي اللي كنقول ديال دابا الامنيه ديالي اللي باغا انا نحقق. داكشي علاش دابا انا مازال مكافحه وكنقلب تنقول لي يعطيني ربي القوه ويعطيني الصحه ويعطيني الجهد الجديد جهد الله، ربي يعاونني ويعاون الجميع ندير حتى انا داكشي اللي كنتمنى نحقق الامنيه ديالتي ونجلس نرتاح. اما الزواج كيبقى قسمه ونصيب.